فغدت قرار محكمة العدل الدولية يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة. وسائل أعلام محلية أفادت بأن الطيران الإسرائيلي واصل قصفه المكثف لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبا. في غضون ذلك أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال 4 جثامين فضلا عن نقل عدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي شمال قطاع غزة أفاد مراسل الحدث بتراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا ووصول سيارات الإسعاف للمستشفى. لا ما اعتقدش كيف بالك يا معاذ؟ معاذ يا حبيبي